قد تكون القوة والإرادة الكبيرة اللي عندها هي اللي عم بتسيرها نحو النجاح بخطى ثابتة وبصيرة قوية تتحدى العتمة اللي بتعيش فيها من الطفولة. تحدت العتمة وتمكنت بفضل إصرارها وقوة بصيرتها من البروز كسيدة تفتخر فيها المجتمعات العربية. هي روان بركات الكفيفة الأردنية يلي حلمت من الصغر بمكتبة سماعية للأطفال وتحقق الحلم ووجدت رنين. هي قصة فتاة ناجحة رغم كل شيء. روان بركات مؤسسة ومديرة مؤسسة رنين، درس بكالوريوس فنون مسرحية من الجامعة الأردنية 2008 وعمري 30 سنة. أنا بالنسبة إلي أعتبر أول، يعني الأولى ولحالي، لسه ما حدا لحقني كفتاة كفيفة أردنية وعربية، وحتى بالعالم يعني بالريسيرش اللي عملتهم ما في حدا دارس فنون مسرحية حسب معرفتي بالموضوع. أكيد هو تحدي أو كسر للصورة النمطية اللي تعودنا عليها للمكفوفين، وإشي كتير غريب يعني بالنسبة للناس إنه كيف شخص كفيف بيدرس الفنون المسرحية والمسرح بيعتمد اعتماد كلي على العين. لكن أنا بشغلي بالمسرح اللي اشتغلته بالجامعة، لأنه بعدين حولت شغلي برنين لتوظيف الدراما كأداء، بس شغلي بالمسرح بالجامعة كنت عم بستبدل عيني بداني. روان، بدنا نحكي شوي عن البرامج الموجودة برنين، قد ايه عم بتحاولوا تغطوا إذا فينا نقول حاجات الأطفال كلها من كل النواحي يعني من خلال البرامج؟ احنا برامج رنين متعددة طبعاً، وخلينا نقول بدل برامج أدوات رنين. أدوات رنين بالبداية هي القصة المسموعة، عندنا قصص مسموعة مسجلة بشكل درامي مع موسيقى ومؤثرات صوتية. وصلوا قصصنا اليوم ل 35 قصة لكتاب من مختلف أنحاء الوطن العربي. قالت العنكبوت الأم لابنها الصغير عنكوب: هيا انطلق في الطبيعة. بدت فكرة رنين بال 2005. بال 2005 كنا مجموعة من الشباب والشابات من جامعات مختلفة، وانطرح علينا سؤال: كيف بتقدر تخدم مجتمعك، أو كيف بتقدري تخدمي مجتمعك؟ كل حدا من الشباب والصبايا قال فكرة: ممكن ندهن مدرسة، ممكن نقضي يوم مع أيتام. أنا طلعت ببالي إن نعمل مكتبة صوتية أو قصص صوتية للأطفال. هلا دراستي للمسرح للي حوالي للمجتمع كان عم بيشجع، يعني بالأول كان عم بيثير مجموعة من التساؤلات والاستغرابات: ليش؟ شو بدك بالموضوع؟ الموضوع صعب. بعدين صار عم بيتحول الاستغراب من الناس اللي كانوا بيستغربوا لإعجاب. عيلتي بالبيت كانت مشجعة من الأساس، لأني أنا ما درست مسرح إنه نمت صحيت بدي أدرس مسرح. أنا كنت بدرس مسرح من عمري 13 سنة، مثلت مجموعة من المسرحيات وأنا صغيرة، فبالتالي دراستي للمسرح ما كانت استغراب بالنسبة لبيتي أو لعيلتي، كان الاستغراب عم بحيطني من المجتمع الأكبر. روان بتحكي بثقة كبيرة عن أحلامها وطموحاتها ومشاريعها الجديدة. البرنامج الثاني اللي هو ورش رنين التعبيرية، اللي هي فكرة الورشة بيقوم فيها فريق رنين مباشرة مع الأطفال، بيصير بعض الألعاب المسرحية اللي بتعطي الأطفال القدرة أو بتساعد الأطفال على إنه يركزوا بطريقة أفضل، بتنشط التذكر عندهم. بعدين بيصير أسئلة حول القصة حتى تحمس الطفل إنه يسمع. بعد هيك بيسمع القصة وبيصير نقاش حولها، وبقوم الأطفال بتصنيع دمى للشخصيات اللي سمعوا للقصة من خلالها، وبعدين بيعبروا عن اللي استمعوا إله بإعادة ارتجال القصة مع توظيف الدمى أو خلق مشاهد قائمة على رسالة القصة.
فكرت بالقصص الصوتية لعدة أسباب. السبب الأول حاجتي الشخصية، لما كنت طفلة ما كان في كتب بريل ثقافية للأطفال المكفوفين، ففكرت بالكتاب الصوتي أو القصة الصوتية حتى كل الأولاد يستفيدوا منها، حتى سواء كانوا مكفوفين أو غير مكفوفين الكل ممكن يسمعوا ويستفيدوا من القصة. وفكرة أنه المحتوى العربي ثقافة الاستماع محدودة جدا فيه، والكتب المسموعة نادرة. السبب الثاني اللي فكرت بالموضوع، طالما أنا عم بدرس فنون مسرحية فمنقدر نعمل قصة مسموعة مسجلة بشكل درامي وتكون جذابة للطفل. ففكرت بهداك الوقت أنه أنا شو عندي احتياج وشو عندي موارد لأبلش، وفعلا بلشنا ب 13 قصة كانوا بايلوت وما كان في أي ميزانية، وكل اللي اشتغلوا معنا ببداية المشروع لما بلش كفكرة بال 2005 كانوا متطوعين. أنا من الناس اللي الله أعطاني وميزني بيت كتير أعطاني من الحب والدعم إشي كتير كبير، ولولا دعم أهلي وتقبل أهلي وتمكيني من أهلي ما قدرت أعمل ولا شيء من اللي بعمله. أهلي بالبداية زي أي طفل بينولد عنده إعاقة معينة بيبحثوا عن الحل الطبي اللي كل الناس بتفكر فيه، إنه بدنا حل طبي نعالج هاي الإعاقة. اكتشفوا إنه ما في حل طبي بالموضوع. البرنامج الثالث وهو اللي نعتبره الرئيسي والأهم برنين، اللي هو تدريب المعلمين على استخدام القصة المسموعة كوسيلة تعلمية، وهذا البرنامج اللي بلش يتطور من 2012 ولحد هلأ عم بتطور وعم بنحاول نطوره على طول الوقت. بيشتغل على محاور رئيسية للمعلم، كيف المعلم يستنبط أسئلة إلها علاقة بالقصة المسموعة تثير التفكير الناقد عند الطفل، تحفز المخيلة عند الطفل، تساعد الطفل ليعبر عن مشاعره، وبتزرع قيم معينة عند الطفل. بنشتغل برضو مع المعلمين والمعلمات على إنه كيف يصنعوا ويوظفوا الدمى داخل الصف لإيصال مضامين تعلمية إلها علاقة بشكل مباشر مع القصة المسموعة أو إلها علاقة بمضامين تعلمية مختلفة. الحل اللي قدامهم والحل المهم التمكين، كيف بدي أمكن بنتي لتكون بني آدم طبيعي 100% بالمجتمع، قادر ينتج، قادر يقدم لمجتمعه. فبالتالي كانوا عم بحاولوا يساعدوني بخلق فرص، وأي فرصة موجودة قدامي إني أستثمرها. كانوا مشجعين طول الوقت. من انضمامي لبرلمان أطفال الأردن من عمري 11 سنة وللسفر لوحدي وأنا عمري 12 و13 سنة لأمثل الأردن بعدة مؤتمرات خارج البلد، وبعد هيك انضمامي لمدرسة المسرح اللي بتكون بعد المدرسة الرسمية أو الدوام الاعتيادي للمدرسة المساء، فهذا كان كله محفز من أهلي. وبعد هيك لما اشتغلت بشغلي كانوا محفزين وداعمين، وحتى لما كنت عم بحتاج لجزئيات لوجستية كل حدا بالبيت كان عم بيقدمها بالمؤسسة كمتطوع. اللي
لما بلشت المشروع ما كنت مدركة لكتير أشياء وتفاصيل حول المشروع. أول فكرة إنه الكوبيرايت أو حقوق النشر أنا ما كنت بعرف إني لازم أشتغل على هذا الموضوع، لكن لما بلشت أشتغل بالمشروع حسيت إنه لازم يكمل، وحسيت إنه هذا شغفي وحلمي وأنا سعيدة إنه يكبر. وفعلاً لو ما كان عندي شعور إنه هذا المشروع لازم يكبر وعندي طموح بهذا الموضوع ما بلشت بال2005 كفكرة، وسجلت المؤسسة بال2009. أنا 4 سنوات وأنا عم بحاول أني أقدر ألاقي جهة تتبنى المشروع، وما كنت عم بنجح بهذا الموضوع لحد ال2009. برضو منشتغل مع المعلم على إنه يوظف الدراما لبناء شخصية الطفل. برنامج رنين للقصة المسموعة وسيلة تعلمية أو لتدريب المعلمين ما بيقتصر على تدريب المعلم، نرجع نعمل زيارات متابعة لنقيم أداء المعلمين ولننقل الخبرات المميزة لمعلمين آخرين من خلال الكتيبات التدريبية اللي طول الوقت عم تتطور ودائما بتكون من صنع المعلمين أنفسهم. هرب الحصان النحاسي من الباب، أخذ يبحث عن العم رضوان، ووجد الحصان العم رضوان يبكي في الشوارع. طفولتي كانت طفولة كثير فيها حياة، يعني لما بلشت أو لما كنت صغيرة من عمري 3 و4 سنين كنت أنزل على الحارة وألعب مع أولاد الجيران. هذا كثير ساعدني أني أحس أني أنا جزء لا يتجزأ من المجتمع. بعد هيك كنت دائما نشيطة بالأنشطة اللا صفية بالمدرسة، دائما كنت أعمل كتير أنشطة، ويمكن لأني كنت شاطرة بالمدرسة. هلأ للأسف أنا مش مع إنه الولد الشاطر هو اللي بياخد الفرص، بس هذا اللي كان يصير. يعني أنا كنت علاماتي كتير منيحة بالمدرسة، فبالتالي الفرص كانت أكتر بالنسبة إلي. بال2009 كانت نقلة رنين النوعية، حصلنا على جائزة الملك عبدالله للإنجاز والإبداع الشبابي، وهي جائزة أطلقها جلالة الملك بالمنتدى الاقتصادي العالمي لكل الشباب بالوطن العربي، بهدف تشجيع الشباب المبادرين اللي عم بيحاولوا يلاقوا حلول لمشكلات معينة موجودة بالمجتمع مثل البطالة والتعليم. روان، يعني المشروع بلش فكرة صغيرة إذا فينا نقول، اليوم كبير وعرفنا أنه كمان ألاف من الأولاد بلشوا يستفيدوا من رنين. قدي كنت متوقع أنه يكبر المشروع، وقدي عم تجربي تكوني على قدر يعني هالمسؤولية الكبيرة واللي عم تكبر أكثر وأكثر؟ بصراحة لما بدأت فكرة المشروع وحتى لل2009، وهذا شيء مهم بحب أحكي فيه، أنه كانت الفكرة إن ننتج قصص مسموعة وذات ست ونوقف هون، بس الفكرة بعدين اتطورت وبلشت فكرة إنه لا، كيف ممكن أطور برامج وأطوع برامج حتى تنشر القصة المسموعة، وحتى تكون القصة المسموعة أداة قادرة على التغيير داخل المجتمع. فالفكرة ما كانت أبداً إن نعمل منظومة تعلمية متكاملة أول ما بلشت الفكرة، وبعد هيك اتطورت. بالنسبة لروان فإنه الحلم اللي بدأ بفكرة صغيرة من الطفولة تحول إلى مشروع إنساني كبير، وأصبحت رنين فوق كل اعتبار. كانت النقلة النوعية برنين مش بس إنه قدرنا نحصل على تمويل، ومش بس لأنه سجلنا المؤسسة وما عادت مبادرة أصبحت مؤسسة، لكن
لأنه الفكرة تبلورت وما عادت هي بس قصة مسموعة. دنينا من 2009 وما بعد تحولت إلى مؤسسة تعنى بإيجاد منظومة تعلمية متكاملة تستند وتقوم على استخدام القصة كوسيلة تعلمية لعدة أهداف، أهمها إن نحاول نبني مهارات الطفل، مهارات التواصل، الاستماع، التفكير الناقد عند الطفل، لنحول تعليمنا من تعليم تلقيني لتعليم تفاعلي بيخلق شباب وجيل قادر إنه يبني مجتمعه وقادر إنه يتحول من إنسان مستهلك لإنسان منتج لما يفكر بشكل إبداعي ولما يكون قادر من هو طفل يعبر عن كل شيء بدور بباله بحرية، وهذا أهم شيء. دائما من عمري 14 سنة الأولاد عادة وهم عمرهم 14 سنة بيكونوا محتارين شو بدهم يدرسوا، وال15 وال16 بتزيد حيرتهم. أنا من عمري 14 سنة قلت بدي أدرس مسرح. هلأ كان عندي ميولات أخرى بين المسرح والصحافة، بس المسرح هو اللي طغى وسيطر بالنهاية. ضروري جداً إنه الشخص اللي بيشتغل بريادة المجتمعية أو عم بيحاول يبتكر إنه يكون عنده هدف محدد واضح له ويطور أدواته ليخدم هذا الهدف. مش أبلش أعمل برامج أنا ما إلي علاقة فيها بالمجتمع بس عشان أقدر أجيب مثلا تمويلات أو مؤسستي تكبر، بس ضروري هدفي أو غايتي إني أطور لها برامج وأكون مرن أو مرنة لحتى برنامجي يخدم أكثر فئات من المجتمع، وأشوف الشخص اللي أنا بقدم له هذه الخدمة سواء طفل أنا بالنسبة إلي أو معلم، كيف بدي أطور خدمتي لتوصل وتحقق أهدافه وتسد احتياجاته. فأكيد إحنا تطورنا كثير ولازم نتطور، لأنه أي بني آدم بيضل واقف محله رح يتلاشى ورح ينتهي برنامجه أو مشروعه وما يكمل. أنا من الطفولة كنت حدا طول الوقت بحب إنه يكون مميز باللي بعمله، بحب يكون مختلف عن باقي الأولاد أو البنات اللي بعمره، وبلشت العمل التطوعي من عمري 11 سنة. بعدين انضميت لمدرسة المسرح وعمري 13 سنة، و وجودي بمدرسة المسرح اللي تابعة للمركز الوطني للثقافة والفنون بالأردن ساهم كتير ببناء شخصيتي، ساعدني إني أعبر عن ذاتي، وهذا شيء مهم تحول أو حولته فيما بعد لواحد من المساقات أو المحاور الرئيسية اللي مندرب برنين فيها، اللي هو استخدام الدراما. واجهت صعوبات بالبداية، يعني صعوبات إذا فينا نقول على الصعيد الشخصي، يعني كونك أنت كمان فتاة يمكن عندك هالمشكلة البصرية، كيف قدرت تخطيت هالموضوع على صعيد رنين، يعني على صعيد العمل هون، يعني الجزء الشخصي رح نرجع نحكي عنه بعدين. أكيد هلأ مش كونه عندي إعاقة بصرية أو كوني كفيفة لقيت صعوبات. أي شاب أو شابة أو شخص بيشتغل بريادة المجتمعية أو ريادة الأعمال أكيد بيلاقي تحديات. التحديات بتبدأ منه هو ذاته، إنه قدي أنا ممكن أكون
قابل للتطور أو تغيير على فكرتي حتى تصبح أكثر ملائمة أو ملائمة. وهون أنا كانت مشكلتي الحقيقية لما بلشت مع أول مرشد اشتغل معي، هو بلش يطور معي بال2009، كنت أتهمه أنه أنت بدك تخرب فكرتي. والحلو أنه هو كان مرشد متطوع وتحمل كثير مني بسبيل أنه فكرتي تنجح وتستمر. فأول تحدي عادة بلاقي الشخص اللي بيشتغل بالريادة أنه قديه قابل للتغيير وللتطور ويكون مرن. نحن بنستخدم الدراما برنين، مش بس بننتج قصصنا المسموعة بشكل درامي، لا، مندرب المعلمين والأطفال على الدراما لتكون أداة لتبني مهارات مثل مهارة التركيز، مثل مهارة الاستماع، التواصل، وبالنهاية لتزيد قدرة الطفل على التعبير عن ذاته. التحديات الثانية لها علاقة كيف نلاقي تمويل لمشروعنا، كيف نقدر نستمر من الناحية المالية وتطوير نموذج العمل تبعنا حتى يدر دخل معين للمؤسسة. التحدي الثالث أنه الفريق لسه صغير لحد هلأ، فبالتالي إحنا مو قادرين نوصل للجودة اللي منطمح إلها بمستوى العمل طول الوقت، فهذا برضو واحدة من التحديات. التحدي اللي برضو مهم والفكرة أو المشكلة المجتمعية اللي إحنا عم بنحاول نحلها هي موجودة، اللي هي إقناع الشخص الشريك أو المستهدف اللي بده يتلقى البرنامج أو الخدمة بأهمية هذا البرنامج. وهون بنحكي عن المعلمين. بالحقيقة كان التشجيع من الأهل كتير كبير برنين. والدي الله يرحمه أول ما بلشت المشروع كنا نروح أنا وياه عدور النشر نحاول ناخد حقوق نشر، كان يجي بعد الجامعة ياخدني من الاستوديو لما نسجل، كل هاي التفاصيل. بعد هيك لما بلشت أني أقدم لجائزة الملك عبد الله وغيره، أهلي كانوا كتير داعمين أني أقدم للجوائز، كتير كانوا طول الوقت سبورت إلي. أختي هلأ بتشتغل معاي زميلتي بالمؤسسة من النواحي الإدارية، فهذا كان إشي كتير بميز رنين. المحيط ما بدي أقول إنه كان عم بقمع الفكرة، لكن ما كان مآمن بجدواها ولا كان حدا مصدق إنه من بايلوت أو فكرة بجامعة رح تتحول لمبادرة ورح تتحول لمؤسسة ورح أكمل بالمشروع. أنا سعيدة جداً برنين، وسعادتي بتكمن بعدة أمور. الأمر الأول إني قدرت أقنع جزء من المعلمين والمعلمات إنهم يتخلوا عن أساليبهم التقليدية والتلقينية بالتعليم ويدخلوا لأدوات تفاعلية. أنا سعيدة برنين إنه في كتير أطفال صاروا أكثر تفاعلاً بالصف وصاروا يقدروا يناقشوا لأنه صارت الحصة ممتعة بالنسبة لهم أكثر. أنا سعيدة بالجوائز اللي حققتها، فبالتالي قدرت أرفع اسم بلدي وأخذ جوائز على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كوني أردنية، فبالتالي قدرت أرفع اسم بلدي. يعني أكيد كل جائزة الحمد لله إنه إحنا خلال من 2009 ل 2016 يعني بمعدل جائزة سنوية، بس هم توزعوا بسنوات متعددة، يعني في سنين كان فيها عم نحصد جائزتين مع بعض. الجوائز بتحملني مسؤولية كبيرة، كل جائزة بتحسسني إنه لازم نعمل أحسن، لازم نعمل أكثر، لأنه الجهة اللي منحتني هاي الجائزة أعطتني ثقة كبيرة، فلازم أكون قد ثقة الجهة اللي أعطتني الجائزة.
يعني إسعاد الطفل جزء مهم جداً من رحلة رنين، سواء إذا بدنا نقول توفير فرصة القراءة للأطفال المكفوفين أو فرصة الاستماع لباقي الأطفال. الفكرة الثانية إنه بمدارسنا كتير الأطفال محرومين من المتعة بالنمط التقليدي للدراسة، فكتير مهم ودايماً منركز إنه القصة تكون ممتعة جذابة، النشاط اللي بيدور حول القصة يكون ممتع، فبالتالي فرح الأطفال أو سعادتهم جزء مهم. ودايماً أنا بركز يعني أنا وفريقي بالتدريبات إنه أي نشاط بيتقدم للطفل لازم يكون أساسه المتعة، حتى الحصة بالصف لازم الولد لما يتعلم يكون مستمتع وهو بتعلم، وإحنا ككبار لازم نستمتع وإحنا عم نشتغل. مش كل المعلمين عندهم رغبة ليستغنوا عن أدواتهم، وإحنا قلنا التغيير صعب على الصعيد الشخصي أو على صعيد إنه أنا عم بشتغل على رنين فكان التغيير صعب، فكيف معلم تعود 15 أو 20 سنة أو 5 سنين إنه يشتغل بأداة أو أدوات تقليدية إنه يغير، خصوصاً إنه الأدوات الأكثر تفاعلية بحاجة لجهد أكبر. والمعلم برضه عشان ما نضل نلوم المعلمين عنده عبء، خصوصاً بالمدارس الحكومية عنده عبء كتير كبير وأعباء كتير كبيرة، فبالتالي لما إحنا عم بنجيب أدوات جديدة عم بنشكل له عبء، بس هو لو يشتغل أو هي تشتغل بتكتشف إنه صح العبء هذا موجود بالتحضير، لكن عم بيخلي مسار العملية التعلمية أسلس وأسهل بالمستقبل. روان، ذكرت الفريق رنين هو صغير يعني مؤلف من بعض الأشخاص بس في ألاف الطلاب عم يستفيدوا، ألاف الأطفال، خبرينا شوي قدي عم تقدروا بهالفريق الصغير تشتغلوا وقدي أنتوا بحاجة لمتطوعين أيضا؟ يعني إحنا الفريق كتير صغير، عم بنكون الفول تايم 3 ومعنا بحدود 6 أشخاص فريلانس أو بارت تايم. هلأ الفكرة إنه قدرنا نوصل لكتير أعداد من الأطفال، كيف قدرنا نوصلهم؟ من خلال تدريب المعلمين، لأنه المعلم الواحد كل سنة عم بيدرس عدد أكبر من الأطفال، وممكن بنفس السنة يكون عم بيدرس 100 أو 150 طفل لما بيكون عنده كذا شعبة، فبالتالي إحنا قدرنا نوصل لأكثر من 20,000 طالب وطالبة من خلال أكثر من 1,000 معلم ومعلمة وعاملين بمراكز مجتمعية حصلوا على تدريبنا، لأنه هدول المعلمين برجعوا بيقيموا ورشات. إحنا قدرنا نوصل لأكثر من 5,000 طالب وطالبة من خلال ورشنا التعبيرية. والحلو برنين إنها ما وقفت على الأردن، قدرنا نعمل أنشطة مختلفة بدولة الإمارات، وبدولة الإمارات عم نحكي عن إمارات مختلفة، عم نحكي عن دبي، عم نحكي عن الشارقة، عم نحكي عن أبوظبي، وبالأردن حاولنا نكون بمناطق مختلفة من مخيمات من مدن أو قرى نائية. وغير إن دربنا هدول الأطفال قدرنا نزرع نحو 200 مكتبة صوتية اللي هي مشغل أقراص ومجموعاتنا القصصية الخمس ب 180 مدرسة ومركز أو مكتبة في مختلف مناطق المملكة. روان بركات هي أول أردنية تدرس الدراما والفنون المسرحية، وهذا دليل إضافي على حبها للتميز وقدراتها العالية. روان، قد ايه بتفتخري كونك فتاة عربية عم بتحقق هالإنجازات كلها؟ بعدك صبية يعني. يعني أكيد سعيدة بهذا الموضوع، بحس إنه قدرت أعمل شيء لمجتمعي، قدرت أعمل إشي أغير فيه على القليلة الصورة النمطية للمرأة
العربية لو عند 1 أو 2%، لأنه أنا بآمن أنه التغيير ببلش من عنا، من كل فرد فينا. إذا أنا حاولت أغير نظرة 3-4 وغيري يغيروا كمان 3-4، رح يختلف كتير أشياء. وطبعا بكون فخورة لما على مستوى العالم في جوائز عم ناخدها، فطبعا هذا شيء بخليني أفتخر وأحس إنه قدرت أعمل إشي لو قليل لبلدي، لعيلتي، لأصحابي. هذا برضو دايما بخليني مرتاحة وسعيدة باللي بعمله. روان، بدي ارجع شوي للطفولة كمان، ايام ما كنت تحب انت تسمعي قصص وكانت الوالدة تربي لك اياهم، مثل ما هيك قرينا شوي، خبريني عن هالمرحلة. هي قد ايه اهمية يعني وجود حدا عم يقرا قصة قدامنا؟ مهم كثير للولد، اللي هذا يمكن انطلقتي منه انت 100%. هلا انا والدتي الله يرحمها هي كانت تقرا لي قصص وانا صغيرة بكميات كبيرة، وساعدني اني اتعلق بالقصص وبالكتب. وبعدين صاروا اقراني بالمدرسه، بنت الجيران، صاحباتي، جزء كبير كان يقرا لي قصص، فهذا علق عندي حبي للادب، تحفزت مخيلتي، شجعتني اني ادخل بمجال الدراما، وبالتالي كانت دافع مهم ورئيسي لهذا الموضوع. قد ايه الاطفال بحاجه هلا لحدا يقرا لهم، ان كان اطفال عاديين او اطفال عندهم اي نوع من اعاقه بصريه؟ هلا القراءه كثير مهمه، انه حدا يقرا لهم او هم يقراوا شيء كثير مهم. حدا يقرا لهم بيعمل كثير علاقه عاطفيه، بتعزز العلاقه العاطفيه بين الام والطفل. واذا قلنا تحت 6 سنوات الولد أو البنت بتزيد مخزونه اللغوي كتير، لأنه بهاي المرحلة الطفل هو ما بيجيد مهارات القراءة. فلما الأم أو الأب أو الجدة بيقرأوا بالبيت للطفل، عم بيزيدوا من مخزونه اللغوي، عم بيزيدوا من قدرته على التواصل معهم. خصوصا أنه أنا جيلي والجيل اللي أصغر مني بشوية كان في تواصل أكبر مع العيلة. هلأ مع تطور التكنولوجي السريع الجنوني اللي ما حدا عم بيلحقه وما حدا عم بيقدر يعرف شو الابليكيشنز اللي موجودة اليوم وعم تتطور، بكرة حيكون في غيرها، عم بتقلل كتير من التواصل. حتى شعورنا احنا كأهل بطل كتير بيعني لنا. الولد بيبكي او البنت بتبكي، نعطيه الموبايل اسهل طريقة او الايباد او اي طريقة يتسلى فيها، وما بيعني لنا الناحية العاطفية. وهذا عم بينعكس على شخصية الطفل من قلة علاقاته، وما رح نقدر نشوف هاي ممارساتنا السيئة إلا بعد 15-20 سنة لما يكبر. كيف رح ينعكس عليه بأنه هذا البني آدم ما عم بتواصل مع محيطه؟ قد ايه بتجربوا من خلال الرنين يعني ترجعوا تعيدوا هالتواصل؟ يمكن عم تستخدموا التكنولوجيا ولكن أكيد عم بتطوروها او عم تخلوها تستخدموها لمصلحة الشخص، يعني تستفيدوا منها. يعني ضروري ان نطوع التكنولوجيا، واي حدا عم بيشتغل ابلكيشنز تعليمي احنا بنكون سعيدين فيه، بس منحاول انه تكون في جزئية للتكنولوجيا وجزئية لإنسانية الإنسان اللي عم تاخدها التكنولوجيا وعم تسرقها. فمنخلي هذا الطفل يعبر، يحكي، يناقش، لأنه خايفين يوصل لمرحلة انه ما يصفي كل العالم عالم افتراضي، وهذا الشيء بخوف، لأنه ما رح يضل في إنسانية، أو مفهوم الإنسانية رح يختلف ساعتها. صحيح. روان، خبرينا شوي عن المشاريع المستقبلية يعني لرنين ولإلك كمان، يعني أنت بعدك ببداية الطريق، رنين عم تكبر بسرعة كمان، قديه في بعد عندكم طموحات للمستقبل؟ قديه في مشاريع جديدة؟ هلأ إحنا بنطمح برنين إنه يكون لنا أفرع بالوطن العربي، ابتداء من يعني حلمنا نبدأ بدبي، ومن دبي نقدر ننطلق لبقية الخليج. يعني أنا بطمح إنه يكون رنين في كل مدرسة وفي كل بيت عربي، وكل طفل إنه يكون عنده فرصة إنه يسمع قصص وإنه يعبر عن ذاته.
وعلى الصعيد الشخصي يعني طموحي أكيد أبقى مع رنين، بس برضو بطمح إني هلأ لقدام شوي أكمل دراسات عليا مثلا ماستر عشان أزيد برضو خبرتي بمجال التربية وبمجال إني أقدر أدمج الفن مع التربية، خصوصا إننا بنشتغل بهذا الموضوع. روان، يعني إذا بدك توجهي مثل رسالة، إذا فينا نقول لكل فتاة عندها يمكن فكرة أو عندها حلم كان بس إنه ما اشتغلت عليه مزبوط حتى يتطور مثل ما عملت روان بركات مع رنين، رسالتي الأساسية قبل ما أوصل للحلم بوجه لكل مرأة إنها تتعامل مع ذاتها كإنسان، ما تتطلع على حالها إنه هي مرأة والشخص اللي قدامها ذكر أو هي أنثى وفي ذكر، تتطلع لإنسانيتها وتنطلق من إنسانيتها لتبلش تحقق حلمها. الحلم طريقه صعب، ما بيجي بسهولة، بدنا إرادة، بدنا صبر، بدنا نآمن بقدراتنا، لأنه إحنا الأساس بكل الحياة. إذا إحنا بلشنا من ذواتنا وانطلقنا لمجتمعنا رح نقدر، ودائما المعيقات نحولها لمحفزات. قديك انت جربت تحولي كمان هالمعوقات اللي واجهتك بحياتك ان كان الشخصية او خلال رنين، جربت تحوليها لمحفزات؟ انا كل شيء عم بعمله برنين هو وبحياتي الشخصية هي كانت معوقات من ناحية معينة وحولتها واستثمرتها، بدل ما أطلع على المشكلة كمشكلة إنه إحنا ما عندنا كتب صوتية، بلشت أستثمر إمكانياتي الشخصية، اشتغلت كمخرجة أو مواردي البشرية كمخرجة، وبعدين اطلعت إنه إحنا الفنون ما عم تتوظف فبلشت أشتغل على توظيف الفنون. فكانت المعيقات المجتمعية ونظرة المجتمع، المجتمع لهلأ ممكن أطلع على محل ويحكوا عني بضمير الغائب بس، أو يطلعوا علي بنظرة يا حرام أو مسكينة أو سلامتها أو أي إشي من اللي ممكن يطلعوا له إلي. فهي واحدة من المعيقات أو التحديات اللي بيعاني منها الأفراد، بس أنا اطلعت عليها محفز إني كيف بدي أغير نظرة المجتمع. هاي التجارب بتخلينا نعمل أحسن. أحياناً كان في نظرة بالجامعة إنه من بعض المدرسين إنه أنت ما رح تقدري تنجزي، فما قعدت أدخل معهم بنقاشات عقيمة إنه أنا رح أنجز. بس هلأ كل دكاترتي وكل اللي درسوني بالجامعة اللي بعضهم كانوا مثبطين خلينا نقول أو محبطين، هلأ بكتبوا وهم فخورين بطالبة ونسيوا إنه هم كانوا يعني هلأ. بس أنا دايما بقول إنه الشخص اللي بحبطك أو بحاول يحبطك هو اللي لازم يدفعك لقدام. دايما بقول إنه وراء كل شخص ناجح كثير من المحبطين. روان بركات مثال لكل إنسان بده يتخطى الصعوبات مهما كانت كبيرة، لكل إنسان حاطط النجاح هدف وبيسعى لتحقيقه. إيماناً منها بحاجة الأطفال لسماع القصص وتنمية مخيلتهم، وبعد تجربة شخصية عاشتها بطفولتها تمكنت روان بركات من تحقيق الحلم وجعل القصة السمعية بمتناول يد كل الأطفال.